صباح الخير من جديد. رح نحكي هلا مع محمد صلاح وهو خبير تكنولوجي عن تكنولوجيا الواقع المعزز وايضا الواقع الافتراضي، شو بنقصد فيهم وايضا كيف لازم نستغلهم ونستخدمهم. صباح الخير. صباح النور. كيفك محمد؟ اهلا وسهلا. انا منيح الحمد لله، كثير مبسوط انه انا معكم. اهلا وسهلا محمد، واحنا مبسوطين لانه الصراحه التطور التكنولوجي، يعني اكيد هلا اللي عم بيحضرونا اذا كانوا من فئه الشباب قدك وهيك بيكون هذا بالنسبه لهم زي الف باء، بس اللي زينا احنا بدنا نتعرف على هالمصطلح الجديدة. انتو شباب اكتر مني. يعني بس لا، بالتكنولوجيا ما في مجال، انتو قديه بتسبقونا. فاليوم بدنا يعني نتعرف ونعرف اكتر هالمصطلحات الجديدة تقريبا، اللي هي الفيرتشوال رياليتي والاوغمنتد رياليتي، او اللي هي بالعربي بسموها الواقع الافتراضي والواقع المعزز. عرفنا على هالمصطلحين. خلينا نبلش بالواقع المعزز. بالانجليزي هو الاوغمنتد رياليتي، الشورت كت تاع المصطلح هذا دايما AR. على الانترنت الناس تعمل AR. AR ببساطة هو انه تشوفي اشي مش موجود في الواقع من خلال شاشة تليفونك او التابلت تاعك. فلو تتذكروا زمان كان في بعض الجرائد والمجلات تخليكي بس تفتح المجلة تقدر تشوفي باقي الديتيلز تبعت الخبر من خلال انه تعمل سكان لكود. كان تطبيق كتير بسيط للAR وقتها. أوكي. هلأ اخذنا الموضوع شوي لقدام وصار فيه كتير استخدامات في الانترتينمنت وفي الجيمز. فلو هلا كل الناس اللي عندهم سناب شات، هلا سناب شات يعتبر نموذج كتير ناجح على الاي ار من منظور انه إشي متاح للجميع. كل الفلترز اللي عم نستعملها، الورده والشغلات هاي اللي بتكوني عم بتضيفي اليمنت مش موجوده في الصوره الحقيقيه للصوره، بتصفي انها واقع معزز. فببساطه الواقع المعزز انه اضيف إشي مش موجود لصوره هي هلا قدامي. كمان شفنا إشي زي بوكيمون جو، يمكن أشهر نموذج ناجح كلعبة وأكثر إشي فاعل. يعني خلينا نقول هذا بغير من كل الواقع المحيط فيك. بالضبط. بتصيري إنه عم بتشوفي إشي تقريبا كل اللعبة كانت بيزد على فكرة إنك عم بتشوفي الشخصيات تاعون بوكيمون قدامك وهم مش موجودين أصلا في الوجود. تمام. إحنا الواقع معنا فيديو محمد. هاي للعبة طورتها شركة صينية اسمها ديري أكتيف مع شركة أبل. أوكي. وببساطة أنت بتلعبي على الطاولة تاعتك، بتصير كل اللعبة على الطاولة. فزي ما بتخلق هدول الأشياء. بالضبط. زي ما إحنا شايفين كل اللي إحنا شايفينه هلأ هو في الطبيعي مش موجود في الواقع. يعني خلينا نقول هذا هو الـ AR. يس. الواقع المعزز. أوكي. هلأ كيف نكمل، نرجع نعرف قبل ما نقول كيف نستعمله. الواقع الافتراضي ببساطة أنه تلبسي جهاز وفي لستة طويلة من الأجهزة يخليكي تعيشي تجربة منفصلة تماماً عن العالم اللي حواليك. فبتصفي سامعة بس الساوند اللي جاي من الديفايس، بتصفي شايفة بس الديفايس لأنه ببساطة بيسكر كل المنطقة هاي، فأنت ما هتقدر تشوفي أشياء تانية من برا. وفي نماذج كتير مشهورة، وحاليا هذا عم بنشوف فيه تطور يمكن أكبر شوي حتى من الـ AR. يعني شوي الـ AR كتكنولوجي وايز أصعب نسبة صغيرة. الـ VR خلينا نقول إنه في كتير entertainment وgames والناس عم بيستعملوه بشكل كبير، وعم بنشوف أغلب الشركات الكبيرة بتطور ابلكيشنز لإله وبتطور محتوى لإله. فيسبوك وجوجل يعتبروا اكثر شركتين هم بيطوروا محتوى في ار. زي شو؟ جوجل عندهم مجموعه من الابلكيشنز متاحه على اكثر من جهاز. وفيسبوك طبعا عندهم شيء اسمه اوكيلس. هي ستارت اب استحوذوا عليها قبل كم من سنه. هي تعتبر اكبر خلينا نقول منصه للمحتوى اللي بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، عليها جيمز، عليها انترتينمنت، عليها حتى تولز عشان ترسمي، عليها شغلات تركبي اشياء. بيرسونلي يعني تجربتي مع اوكوليس بالذات كجهاز كثير خلينا نقول انها يعني التجربه مختلفه كثير حلوه. انا شخصيا بنصح كل حدا يجرب الفي ار ايا كان الجهاز اللي هيستعمله. حسيتك عم بتحب الفي ار اكثر. لا انا مش بحب الفي ار اكثر، انا ما بستعمل سناب شات ات اول. عشان هيك. وما بحب بوكيمون جو. فالاشياء الموجوده في للاي ار هلا، يمكن ايكيا استراليا يمكن عملوا اكثر نموذج
لطيف لخلينا نقول لتجربة شراء من خلال الـ AR. ببساطة أنت بتفتحي الكتالوج تاعهم. AR ولا VR؟ AR. بتفتحي الكتالوج تاعهم. أونلاين. وتفوتي بيتك. لا الكتالوج الورق. أوكي. تروحي تاخديه من المحل. طيب. تفتحيه. وتطلعي يور تابلت وتفوتي بيتك وهو كومبليتلي ما فيه أي عفش. تفرشيه بالكامل. بعدين تختاريهم وتروحي تشتريهم. لا ما فهمت كيف. تشتري الدفتر. عادي الورقة. ومعك التابلت تاعك. تعمل سكانينج للايتيمز بتكون ثرو ذير ابلكيشن yes. بدي اكون منزل الابلكيشن على التابلت او على تليفون بالضبط صح اي سكان الايتيم وتصير تاخذي مثلا هاي الزاويه هاي الزاويه تغيري الكنبيات لا هاي الكنبايه مش حلوه بصير تطبق لي كنبايات ايكيا او على تطبقي كل الاثاث اللي عندهم وين ما بدك الطاولات الكراسي الكنبايات رفوف شو ما بدك اوكي طيب في معنا معاد فيديو عشان نشوف اكثر فكره العالم الافتراضي خلينا نشوف هذا واقع اشرح لنا اكثر انا احكي اوكي هذا اعلان عملته شركه بلندن وببساطه قرروا بدون ذكر اسماء طبعا قرروا يخلوا الناس يعيشوا تجربه مختلفه وحطوا سكرينز بتفرجي الناس اشياء مش موجوده فلو زي ما احنا شايفينها هنلاقي الباص مره بيختفي في صحون طائره بتاخده في واحد بنزل عليهم حيوانات انفجار عم بصير فهاي الشاشه كانت موجوده في محطه الباص وكل حدا قاعد جوا المحطه بصير يشوف اشياء نوعا ما غريبه يعني هي اذا كانها شاشه بتعكس كانك عم تطلع بمراي لو شايفين هون كانك انت بتطلع بمراي بس هي عم بتضيف اشياء غريبه حواليك مش معقول طب وين بتفكر المستقبل اكثر للفي ار ولا الاي ار الاي ار كثير اكثر خصوصا في قطاعات زي قطاع الصحه هنحتاجه كثير عشان نقدر نعلم الناس اشياء ونخليهم يعيشوا تجارب يعني هم الاثنين ما بيبعدوا عن بعض هم الاثنين اولموست نفس الشيء هنحتاج الموضوع كثير في السيميليترز في المستقبل هنصير نعمل كثير شغلات احنا مش محتاجين نروح نعملها وهنصير نقابل ناس احنا هم مش معانا الناس هدول خلينا نقول انهم هنكون قادرين نشوفهم وكانه احنا قاعدين معهم وفيسبوك عنده شيء هلا اسمه فيسبوك سبيسز بتقعدي على طاوله لحد اب تو 5 بيرسونز بيقدروا يقعدوا على الطاوله يشوفوا بعض حاليا بيقدروا يشوفوا بعض ككاركترز مرسومه كل حدا لما بيفوت على سبيسز بيقدر يحدد حاله بيقدروا مع بعض يروحوا يزوروا اماكن ويطلعوا لايف وياخذوا سيلفيز شو هذا ويبعثوا لبعض هدايا وشغلات مش معقول ما حدا بيشعر بالوحده مع هاي التكنولوجيا او عالم التكنولوجيا بشكل يعني عام. زمان شوي كنا نقول انه كيف بدي اشوفهم كيف بدهم يشوفوني هلا لا يعني هلا بنخترع ناس بالضبط ما فيش مشكله حلو. شكرا لوجودك معنا محمد صلاح اهلا وسهلا فيك شكرا. رائع جدا وضروري نحن بحاجه لكم دائما تضلوا تطلعونا على اكيد طبعا كل شيء جديد بالتكنولوجيا عشان ما نكون كثير بعاد لانها بتتقدم بسرعه مش طبيعيه فشكرا محمد صلاح اهلا وسهلا فيك دائما يعطيك العافيه شكرا اهلا استضافتك